بات معرض البحرين الدولي للحدائق وجهة بارزة لكافة المتخصصين في القطاع الزراعي، حيث استقطب هذا العام حوالي 170 عارضا من داخل البحرين وخارجها، يستعرضون من خلال أركانه المختلفة الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، بالإضافة إلى عرض الابتكارات والإبداعات والمشاريع الزراعية وتسويق المنتجات المختلفة. حلول وابتكارات زراعية تقدمها كبرى الشركات المحلية والخارجية التي تشارك في هذا الحدث السنوي، حيث بات الوجهة الأبرز لعقد الصفقات التجارية، فضلا عن استعراض مجموعة من المنتجات الحديثة للدول المشاركة. جمعية المغرب يعني تعاونية كوكي هي بمنطقة الصويرة بالمغرب، جينا هنا عشان نعرف بالمنتوج، المنتوج المغربي يعني الزراعي، هو من أصل طبعا زراعي، وجينا عشان إذا كان في شراكة بيننا وبين المملكة البحرينية. We have been here in this exhibition. نحن هنا في المعرض نشارك للسنة الثانية لأننا نحب المشاركة فيه، لأنه من أهم المعارض التي تقام بشكل سنوي في البحرين. أجنحة متنوعة وثرية بالكثير من التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث يقوم المشاركون في المعرض بعرضها بشكل جميل وجذاب، ويقدم استشاراتهم وخدماتهم ومنتجاتهم للزوار والمهتمين بشكل جميل ولافت. شركات اللي جاية من المغرب، وشركات جاية من طبعا من اليونان، وبعض المنتجات اللي هي موجودة بحرينية وتطور من نفسها، وهذا شيء جدا مهم، تبادل الأفكار. وحتى أنا حضرت اليوم طبعا مع عدة شركات عشان نشوف شلون نقدر يصير في تبادل تجاري بين مملكة البحرين وبين الشركات اللي موجودة حاليا بالمعرض. هاي فرصة لنا ان احنا نتبادل الخبرات التجارية، خاصة ان المعرض في كبار العارضين البحرينيين ومن كل دول العالم، يعني ما شاء الله جدا ممتاز. معرض البحرين الدولي للحدائق تسهم في تنشيط الاقتصاد الزراعي والارتقاء به في جميع المجالات. خبرات زراعية عالمية تحط رحلها في البحرين بشكل سنوي في معرض البحرين الدولي للحدائق، تستعرض من خلاله أحدث الابتكارات في عالم الزراعة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.